أهلا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا، نحن معكم بمواكبة للتطورات لكل التصاريح وكل التحركات اللي عم بتصير، طبعا لاحتواء ما حصل بالأمس واللي قبله أيضا. اسمحوا لي رحب باستوديو بالأكاديمي والباحث الدكتور حارس سليمان. أهلا وسهلا فيك دكتور. مساء الخير إليك ولمشاهدي صوت لبنان. أهلا وسهلا فيك. بالواقع في تطورات كتير كبيرة، ولبنان يعني اليوم يبدو كأنه هنالك تحول كبير في مسار الأمور. رجعنا على نغمة حرب شاملة حرب مش شاملة، بس في وضع مختلف جدا هو وضع حزب الله بعد هذا الاختراق. شو بتتوقع دكتور حارس سليمان بهالوضع هيدا انه يصير؟ يعني في اول شيء الواحد بده يعلن غضبه وحزنه على الحاله اللي وصلنا لها، وعلى يعني الغضب والحزن هو في وجه العمل العسكري اللي قامت فيه اسرائيل، لانه الواحد كل ما يشوف نتنياهو بحقق انجازات كل يعني وعمل عسكري ويلحق الضرر والجراحات والخسائر في صفوف شعبنا، اكيد بده يغضب واكيد بده يحزن. ووقت بشوف الواحد مناظر هالشباب اللي عمرهم 20 سنة او 25 سنة هني وعم ينزفوا بالارض، ودي ناس لهم أهل ولهم رايب، وهن أهلنا وقريبنا وجيراننا، بيشعر بالتعاطف الإنساني معهم. لكن هذا التعاطف الإنساني لا يعني تعاطف مع خيارات حزب الله ومع سياسات حزب الله. بقدر ما هؤلاء الناس هن ضحايا العمل العسكري الإسرائيلي والوحشية الإسرائيلية، بنفس الوقت هم ضحايا سياسات خاطئة وخيارات خاطئة أقدمت عليها إيران وجرت حزب الله لإلها. وبالتالي الخروج من العواطف أو تجاوز العواطف والألم اللي عم يعتصر أغلبية اللبنانيين على الخسائر التي نزلت، تجاوز هذه العواطف والذهاب إلى العقل، إلى الوقائع، إلى معالجة الأزمة كأزمة حقيقية، بيفترض أول شيء أنه نقول ونستنتج ونقرأ لماذا وصلنا إلى هنا. كانت أول شيء وحدة الساحات. من الذي اخترع وحدة الساحات ومن الذي عبر عن وحدة الساحات؟ السيد حسن نصر الله. هل كان ذلك قرار إيراني؟ لا نعلم، ولكن هو عبر عن وحدة الساحات، ولعله عندما عبر عن وحدة الساحات اقتنع بكلامه يحيى السنوار ومحمد الضيف بغزة، وقد يكون ورط يحيى السنوار ومحمد الضيف بعمل عسكري معتقدين أو معتقدين أن إذا بدأوا بغزة فإن الساحات كلها ستتحرك من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان وأيضا إلى اليمن. كأنك عم تقول إنه إيران خدعت الجميع يعني؟ أنا لا أعلم من خدع الجميع. أنا أصوب على من ورط علنا بوحدة الساحات. ما بدي رشيم الشيفو، بدي أقول للبنانيين شيء شافوه. النقطة الثانية، ماذا بقي من وحدة الساحات؟ إيران تنصلت من طوفان الأقصى ثم اتخذت مكانا قصيا في كل ما جرى خلال سنة، صارنا سنة هلا. سوريا تنصلت والعراق ذهب بعمليات بسيطة موضوعية ثم تنحى جانبا، وأصبحنا نحن في لبنان بعد يعني
انه صارت الكارثه العمرانيه والانسانيه في غزه وجرائم الحرب والخسائر الكبيره، اصبحنا نحن لبنان هي الجهه الوحيده، مش لبنان، نصف شيعه لبنان هم الجهه الوحيده التي تتحمل عبء الصراع مع اسرائيل. نصف شيعه لبنان. نصف شيعه لبنان، نعم. لانه مش كل الشيعه فايتين بالمعركه، اقل من النصف حتى، بس نحن ما بدناش نبالغ. نصف شيعه لبنان يتحملون عبء المعركه مع اسرائيل. طبعا لا نقاش حول العداء لإسرائيل، حول خطورة المشروع الصهيوني، حول ضرورة مواجهة هذا المشروع، حول أن إسرائيل عدو وشر مطلق، وكل هذه الأدبيات وال يعني المسائل الفكرية ما في خلاف عليها، كل الناس بتعرف أنه إسرائيل عدو. لكن الحرب مش بس أفكار، الحرب أدوات وبنى وموازين قوى. دولة استبدادية مثل إيران لا تستطيع أن تقاتل وتواجه دولة حديثة مثل سوريا مثل إسرائيل. شو بدنا هلا أنه كيف فخخوا البيجر وكيف فخخوا اللاسلكي وكيف فخخوا هذا النظام الاستبدادي في إيران؟ ينتج مسألتين، ينتج خطاب نفاق. لأنه كيف؟ لأنه وقت اللي بيكون النظام استبدادي الناس بتخاف منه، وبالتالي بيصير عندها خطابين، واحد داخلي ما بتقوله، وواحد بتقوله لإرضاء النظام، وهذا الخطاب الذي تقوله لإرضاء النظام هو خطاب نفاق. بالنفاق ماذا يجري؟ يصبح السبق لإرضاء النظام والتحلق حول النظام شو هو؟ النفاق، يعني اكتشاف عبقرية الحاكم، اكتشاف مزايا الحاكم، اكتشاف اكتشاف اكتشاف. من يفعل هؤلاء؟ يعني من يقوم بهذا النفاق وبهذا مسح الجوخ مثل ما بيقولوا على اللبناني؟ هم الناس التفة، الأغبياء. ليه؟ لأنه الناس النخب اللي بتحترم حالها ومعلمة وعندها رصيدها الشخصي ما بتقوم بعملية تطبيل وتزمير ومسح جوخ وكذا. شو بتعمل بنظام استبدادي؟ لذلك هلا بس طولي بالك علي دقيقة بس. لذلك تصبح حاشية النظام مجموعة من المنافقين الأغبياء. وبالتالي عندما يكون النظام استبداديا بالثقافة خطابه نفاقي، وبالبنية تشكيلته من الأغبياء، بينما الجهة الثانية بإسرائيل، فإذا يقاد المجتمع الاستبدادي بمجموعة من المنافقين الأغبياء، إلا بينما بالمقابل عند الإسرائيلي أكيد عندهم متدينين وعندهم خخامات وعندهم الناس حريديم وما بعرف حزب شاس الديني وكذا، لكن ما ينقود إسرائيل ليسوا منافقين وليسوا أغبياء، وإنما نخب جاي من مليون مهندس روسي إجوا من روسيا وهن عملوا لهاي التكنولوجيا بإسرائيل، وبالتالي لم يعد هناك أي توازن. إسرائيل هي الدولة الأولى المصدرة لهاي التكنولوجيا بالعالم. شو بقى هلأ نحن عم نقول له لحزب الله ليش ما بتواجه إسرائيل؟ شو بدي بحزب الله؟ إيران هل تستطيع مواجهة إسرائيل ببني من هذا النوع قايمة على الخرافة وعلى الأساطير وعلى وعلى وعلى؟ يقودها ناس بيعمموا الخرافات، بيعمموا الأساطير، برجعيننا 1400 سنة لوراء إلى آخره. وفي بنية تانية هي العدو الإسرائيلي الذي يستفيد من ماذا؟ من كل منجزات العلم، من كل منجزات البحث العلمي، من كل منجزات الجامعات في العالم، من كل منجزات الأبحاث التي شبكة الأبحاث العالمية وتطويرها وجعلها جزء من قيادة الدولة الإسرائيلية. أكيد المسألة مش عن تريات ولا شجاعة ولا يعني من أبضاي ولا صبر ولا صبر ولا صلاة ولا قدر ولا كذا. وبالتالي من الطبيعي أن يجري ما جرى، هذا شغلة طبيعية. وفي بنية النظام الاستبدادي الذي يقوده الأغبياء
والذي يسود ثقافته النفاق من الطبيعة أن تجد جواسيس. يصبح إيجاد الجواسيس مسألة طبيعية وتلقائية، لأنه ما في نفاق. النفاق شو يعني النفاق؟ يعني قول شغلتين ضد بعضهم، واحدة مخبية واحدة ظاهرة. هذا شغل أوين بتلاقي فيه جواسيس بهذا المجتمع؟ بس خلصت، يمكن طولت عليك. لا أبدا، خليني اسمح لي ننضم ننتقل ل طبعا مندوبتنا مجدولين عيد اللي عم بتابع موضوع استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي. مجدولين، شو آخر التطورات؟ وين وصل الاستجواب؟ انتهى؟ نعم جرافيلا، إذا بين الجلسة الثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامي أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي بقضية اختلاف، بتهمة اختلاف 42 مليون دولار من المال العام من حساب الاستشاري، انتهت قبل حوالي النصف ساعة بقرار لقاضي التحقيق الأول ببيروت باستدعاء الشاهدين المحاميين ميشيل عيسى الخوري وميشيل روي عيسى الخوري وميشيل الطويني بصفة شاهدين، مع العلم أنه نائبة المحامين كانت قعدت الإذن بالأمس بملاحقة مجدولين. راح الخط. على كل حال طبعا رح توافينا ترجع بمزيد من المعلومات وفي على كل حال دكتور حارس سليمان، اليوم نحن بوضع عم تقول نفاق، إيران تنصلت أو إيران ما تنصلت، هذه كلها أمور تبقى ربما على حافة حدود لبنان. نحن هون جوا عنا معضلة كبيرة. شو بدنا نعمل؟ يعني اليوم وصلت الأمور إلى حد لم يعد يعني ما بقى ينسكت عنه، حتى قبل هذه قبل هو الحادثتين ما كان من الممكن السكوت، كان في أصوات عم تطلع، اليوم كمان ما بقى ممكن السكوت عن هذا الوضع. شو بده يصير؟ كيف العالم بدأ تتصرف؟ مين بده يقول لأ؟ مين قادر إنه يقول لأ؟ وين الحكومة؟ شو مفروض تعمل؟ يعني يبدو البلد فالت، يعني بفوت عليه أشياء، بيظهر منه أشياء، حتى عربين هذه الطرقات غير الشرعية اليوم عم بيتضرروا، فوين بدنا نروح؟ لا هو بدك تناقشي الخيارات الكبرى مش التفاصيل. يعني مش القصة قصة معابر وقصة شو عم يعمل نجيب مئات يعني. لا، وظهر لو كان في دولة في لبنان هول البيجر ما بفوتوا بدون تفتيش، يعني ما بفوتوا على لبنان بدون تفتيش، بدون ما يروحوا على مختبر وينشافوا كانوا ملغمين ولا مش ملغمين. وبالتالي يعني عدم غياب الدولة كان مبسوط فيه حزب الله انه عم يعمل اللي بده اياه، طلع انه بيضره. يعني هول الناس اللي شفناهم على الطرقات عم تفجر فيهم، هودي لو في دولة كانوا بيتفجروا البيجر؟ ما بيتفجروا. ليه؟ لأنه بتروح أنت على الجمارك بده يفحصهم للبيجرات وبيلاقي أنهم ملغمين وبيمنع دخولهم. نفس الشيء بالغذاء، بالأكل، بالأدوية، بالكذا. يعني عدم وجود دولة هو أصبح ضرر يعني يدخل إلى كل بيت في لبنان. هل نحن هلا عم نقول والله لازم نعمل الشباب هون الدكتور بلال وحدة وطنية؟ وحدة وطنية عشو؟ أي مشروع؟ وحدة وطنية إنه نروح على خيارات حزب الله ونتابع معركة المساندة اللي هي أصلاً ما نفعت غزة بشي ولا قدمت لها شيء لغزة ولا عملت لها شيء، هي بس خلت إيران تحكي مع أمريكا. هل بدنا نروح لوحدة وطنية نساند فيها معركة المساندة؟ لا لا. هل بده ينزل عن الشجرة حزب الله ويقول إنه هاي معركة المساندة كانت خطأ وبدنا نوقفها؟ معقولة يقول حزب الله هيك؟ معقولة يطلع اليوم السيد يعني حسن نصر الله يقول شو بده يقول؟ ليش هو أحسن من عبد الناصر؟ عبد الناصر وقت الاستقال استقال وقت الفشل استقال، ها هو أحسن من مين؟
بس هو بخضم معركة يعني. هو وعدنا، هو وعدنا انه في توازن رعب بينه وبين اسرائيل، وين هو التوازن؟ هو وعدنا انه في ردع متبادل بينه وبين اسرائيل، وين هو الردع؟ هو وعدنا انه بيحمي، بيحمي لبنان من اسرائيل، وين هي الحماية؟ ما قدر حمي عناصره. شو 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 وعد؟ بايش وعدنا؟ وعدنا وعد الفلسطينية بوحدة الساحات وما كانش في وحدة ساحات. يعني شو هذا المنطق؟ هذا المنطق بقول هيك. بس هو هل نحن بدنا نمشي على وضعه؟ بدنا نمشي على منطق؟ مش ماشيين نحن على منطق. ايه ايه بس بس بدنا كل مرة نذكر بالمنطق. صحيح. بس هو شو بده يقول اليوم؟ يعني ماذا يملك ان يقول؟ كيف بده بيقول انه انه لا بيقول انه قدرنا، قدرنا ان نموت. شو بيقول؟ قدرنا ان نموت. الحسين قبل هلا مات وفلان مات. بيجيب لك هلا من التاريخ شيء 20 30 حادثة كيف انه المسلمين والشيعة والأئمة كيف انه ماتوا وضحوا ونحن بدنا نضحي مثله. وهيدي الدنيا فانية، بيوعدنا بكرة بالجنة بناخد حسابنا. شو شو يعني هيدي ال هيدا ال هيدا. طب البيئة الشيعية؟ لا أكيد الصوت الآخر الشيعي يعني. الشيعة شو الشيعة شو بدي بالصوت الآخر؟ عم بحكي على الشيعة كلهم كلهم. إيه الشيعة خدعوا. الشيعة قالوا لهم إنه إيران دولة عظيمة قوية تستطيع أنها تحميكم، وثبت بالملموس أن إيران ليست قوية وليست متقدمة ولا يعني لا لا ليس لديها نية بحماية الشيعة، لديها نية باستعمال الشيعة كوقود لحطبها في مواقدها، لإشعال الشباب الشيعي كحطب في مواقد إيران. قالوا له أنه هذا التشكيل اللي اسمه لبنان حزب الله، بسوريا لجان الدفاع الذاتي، بالعراق الحشد الشعبي، أنها قوة عظمى تستطيع تدمير إسرائيل. وين هو؟ ليش ما دمروها لإسرائيل؟ مين منعهم يدمروا إسرائيل؟ مين وقف بوجهن؟ الولايات المتحدة؟ لا مش الولايات المتحدة، وقفوا بوجهن أنه هن كانوا عم يكذبوا. هن شو هن فشطوا. هيدي هيدا محور التفشيط، ما اسمه محور المقاومة ولا اسمه محور الممانعة، اسمه محور التفشيط. سنسوي تل أبيب بالأرض، كم مرة سمعنا هذا الحكي؟ وين هو؟ ما بعد تل أبيب عمراني. مدري شو سبع دقايق ونص منخلص ما بعرف عشو على إسرائيل، وين هو؟ هذا التفشيط ما بقى يمشي. تقدر تكذب مرة اثنين ثلاثة أربعة بعدين الناس بيكتشفوا أنك كذاب. وهناك صدمة الآن في الشارع الشيعي. أولا هناك صدمة، شعور بأنه الشيعة ينزفوا ويذبحوا. وشو بدنا بهيدي حفلة النفاق انه متضامنين ومتضامنين؟ مش صحيح. متضامنين تضامنوا شفقة، شفقة على الجرحى لا اكثر، شفقة على الجرحى انه ها اولاد عالم عندهم عيال عندهم اولاد عندهم كذا، شفقة انسانية على. طب انسانية على ما فينا نقول نحن نقدر تنفقد الانسانية بشكل كامل. شفقة شفقة انسانية، اما ما في تضامن سياسي. هل اللبنانيين هلا متضامنين مع خيارات حزب الله؟ اللي بيقول لك هيك قول له كذاب. لا ما حدا عم بيقول انا متضامن مع حزب الله، بس كلهم عم بيقولوا انه نحن بهاي اللحظه اللي عم بيوقع فيها جرحى اوكي هودي الناس لهم اهل الاولاد بيتضامنوا مع انسانيه يعني. اوكي اوكي التضامن الانساني مختلف عن ما يسمى بالوحده الوطنيه اللي لها مضمون سياسي، اللي لها مضمون اني انا وياك على نفس الخيار. هل نحن هل اللبنانيين اليوم على نفس الخيار مع حزب الله؟ هل اللبنانيين بدون حرب المساندة؟ أكيد لا، أكيد لا. ال 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 وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ خلينا نرجع للماذا هل بعد. هل حزب الله قادر إنه يأذي إسرائيل بنفس الأذى اللي أذته إياه إسرائيل؟ ساعتها والله منقول هذه تضحيات يمكن أن نتحملها. إذا أذينا إسرائيل، إذا أذيناها لإسرائيل ساعتها بصير في نوع من التوازن، نوع من يا أخي ضرر متبادل. أذاني أذيته؟ أنا لا أعتقد ذلك. أنا لا أعتقد أن لدى حزب الله إسرائيل اللي عملته وللأسف يمكن مكفية. يعني مش إنه يمكن هلأ لحد هون وبس،
يمكن تكفي، لانه اول فتره روحت 500 كادر من حزب الله، بينهم 280 شخصيه قياديه من محور بين ايرانيين وفلسطينيين وحزب الله وسوريا، 280 قياده. هلا هودي البيجر هودي مش موزعين على ناس مخصهم، هودي موزعين على كوادر، على كوادر وعلى امار مجموعات على الاقل. وبالتالي اسرائيل ضربت باول مرحله الطبقه العليا من حزب الله، الان تضرب الطبقه الوسطى. خلينا لو سمحت دكتور حارس سليمان ننتقل الى العميد المتقاعد جورج نادر. اهلا وسهلا فيك عميد. اهلا فيك عميد. نحن من ضمن طبعا اختصاصك كعسكري، شو بتأثر؟ يعني هلأ نحن كلنا بنعرف أنه وسائل الاتصال بين قيادة حزب الله والعناصر الوسطى مثل ما كان عم بقول دكتور حارس سليمان مقطوعة، وأول شي بيجرز، ثاني شي ووكي توكي، هونيك خوف، ما حدا بيعرف شو ممكن يطالوا بعد. سؤالنا اليوم لك عميد جورج نادر، لما بتتقطع الاتصالات بين القيادة والقواعد كيف يتصرف الجيش؟ هل صايرة قبل؟ شو بيعملوا؟ أول شيء تحية الأستاذ حارس، أنا مثل تعرف من غير شر مين للضيف، الأستاذ حارس صديق ومحترم. الله يخليك عميد، تحياتي لإلك. بس لو ملسع مين كمان اليوم حرب الله دين مأزق كبير جدا. حزب الله تلقى ثلاث ضربات بوقت جيد. أول شيء خسارة 5000 شاب صاروا برات المعركة، مسمين أوركومبا برات المعركة، وهودي برات المعركة لأمد طويل، يعني قسم منهم فقد عيونه، قسم أطرافه، قسم بوضع الخطر، وفي ناس حوالي 400 شريح من عصم جرحى اللي بحالة حرجة، إن شاء الله كلهم صحوا ما حدا يسموا شيء، بس المنطق الطبي مش كلهم بيسلم. إذا اليوم أول شيء عليه يعوض هالبيرت إيمان هالخسارة البشرية، يعوضها تعويضها مش بالأمر هين، كان تخيب 4-5000 مش بواحد وباثنين. هيدا أول ضربة. ضربة ثانية الخسارة المعنوية، المعنوية اليوم المعنويات بالأرض، يعني ما بحدا يسترجي مد إيده على تليفون، ما بحدا يسترجي مد إيده على جهاز. إذا خيو بالبيت بحزب الله عم يهرب من خيو، صار يعني حالة معنوية سيئة جدا، بده يستبدل المعنويات باي عمل كان. الاهم هلا اللي قلتي عنه حضرتك هو بنخلينا نسميه باللغه العسكريه النظام او القياده والسيطره، كوماند اند كنترول سيستم. اذا ما في نظام قياده وسيطره ما فيك تعملي حرب. ما بتنعمل حرب بدون نظام قياده وسيطره، كيف انا بدي احكي مع رئيسي وكيف بدي احكي مع مرؤوسيني؟ شو بدي اعطيني اوامر وشو بدهم يعطوني معلومات؟ يعني ما فيك تتحرك اليوم بدون نظام اتصالات، نحن بنعرف انه نظام الاتصالات اليوم بكل جيوش العالم هو لاسلكي. نعم. النظام اللاسلكي ضرب بالقدره، عفوا القدره التكنولوجيه وقدره التشويش الاسرائيليه الهائله بكل الاوقات وين ما كان على الاراضي اللبنانيه، وطبعا بكل الاراضي المحيطه باسرائيل، يعني من الاردن لسوريا لوين ما بدك. فعندنا قدره التشويش وتعطيل الاتصالات. اليوم حزب الله يعتمد على الخطوط التحت ارضيه، يعني الثابته اللي يعني مدى من وقت 7 ايار، من قبل 7 ايار، ومدى للمراكز القتاليه. طيب هيدي للمراكز القتاليه، اذا بده يطلع برات المراكز القتاليه بده يتحرك براتها، ما في عنده وسيله اتصال. هذا اصعب شغله اليوم بيواجهها حزب الله. كيف بده يلاقي وسيله اتصال تيقدر يحرك المجموعات والوحدات اللي عم بتقاتل؟ هلا بيبقى دائما بالجيوش او بالحروب بيبقى في مش عفوا في فرضيه تعطيل نظام الاتصالات. شو بعمل انا؟ يعني كل واحد انه اذا ما قدرت تحكيتك انا ما قدرت تحكيتني بتعمل كذا، او بلان ا او بلان بي او بلان سي، يعني بيبقى فيه، بس هذا لفتره معينه مش لامد طويل. يعني اليوم خليني اوضح اكثر، اليوم اذا نظام القياده والسيطره تعطل، ما بقدر انا، ما بتقدر انت تقولي، بقدر اقول لجميع حزب الله لمجموعاتي انت بالنبطيه اذا صار عليك شيء ما قدرت تحكيتك بتروح على كفر رمان، اذا ما رح ما قدرت تحكي كفر رمان بتروح على ما بعرف لوين. يعني بس هذه ما فيني اعطيه الاوامر لوقت طويل، فيني اعطيه لوقت
لارجع استعيد نظام القياده والسيطره، مش لوقت طويل كثير. اليوم استعاده نظام القياده والسيطره والاقتصاد اللي حط الله مش بالامر الهين، انت اليوم بدك تجيبي اجهزه جديده وسائل اتصال جديده، اي ما بعرف من وين بده يجيبها وكيف ويتدربوا عليها العناصر واستعملها، وما تكون مخروقه مثل هيديك مفخخه الموساد من برا. لانه اليوم قدام مأزق صعب كبير جدا حزب الله، وقد تستغل اسرائيل لعمليه بريه. حضرتك بتتخوف من عمليه بريه؟ انا ما كنت خايف من عمليه بريه، انا كنت استبعد كثير العمليه البريه لانه لعده اسباب، اهم التكلفه البشريه لاسرائيل، والسبب الثاني ما في رضا اوروبي وامريكي عن العمليه البريه. هلا اليوم بهالضربه هيدي انا بخاف استغلال الوضع بغياب القرار الامريكي اليوم. نحن نعرف القرار الامريكي في سبات، هلا ما عنده غير انتخابات من هلا لراس السنه، بغيابها يجر نتنياهو على الشيء اللي بده اياه هو وبيأيدوه اكيد، ما راح يقولوا له لا لانه الانتخابات بدهم اصواته اثنيناتهم سواء كان ديمقراطي ولا جمهوري، يستغلها ويعمل عمليه بريه يمكن لجنوب الليطاني يمكن لاقل شوي، يعمل حزام للتفاوض. انا هلا بتخوف من عمليه بريه، بالاول ما كنت خايف منها. العميد المتقاعد جورج نادر، شكرا لك على مشاركتنا بهذه المواكبة الدائمة لما يجري من أحداث. أستاذ حارس سليمان، طبعا حضرتك كنت عم بتلاقيه كنت عم تقول تقريبا نفس الشيء. ايه بس في شغلة، البيجر وهول اللاسلك اللي دمروه هون، حكى عن نظام القيادة والسيطرة. لدى حزب الله نظام رديف غير هو يلي هو اللي حكى عنه العميد، اللي هو الاتصالات الأرضية واللي هي يعني مش انه من مركز لمركز، هي يعني متشعبة. ما بعرف، ما هي مخروقة ايضا؟ لا هي مش مخروقة، وهي اذا حدا فات عليها بيعرف حزب الله. يعني مرة الإسرائيلية حاولوا يفوتوا عليها واكتشفوهم بعد 3-4 ساعات وشيلوا المحل محطين التمصن. صعب إسرائيل تفوت بهجوم بري على جنوب لبنان، لأنه حزب الله عنده 3 مسائل بيقدر يواجه فيها. بيقدر يواجه القوات المشاة والمغاوير والمنظليين، يعني القوات الأرضية من خلال الأنفاق العاملة، شبكة الأنفاق العاملة، وما زالت هذه شبكة. بس كيف بده يحرك عناصره؟ بيكون في خطط مسبقة يعني؟ بقلب الأنفاق في شرطان، يعني في اتصالات شرطان. وفي يواجه تقدم الدبابات بواسطة الكورنت، وعنده رومات كورنت كتار وعنده كورنت كتير. امبارح قالوا انه فجروا ايضا مناظير الكورنت، مناظير ليلية غير الكورنت. منظار الكورنت هو لتضرب صاروخ مضاد للدروع، ما هيك صرحوا امبارح. نحن استهدفنا نظام الكورنت. مناظير ليلية، مناظير ليلية. المهم عمليا إذا بده يصير هجوم بري، أنا مثل ما عم بيقول العميد، يعني أنا مش عم إسرائيل يعني ستستغل الإنجازات اللي عملتها لمزيد من إزاء حزب الله، لمزيد من ضربه. ولكن أنا بستبعد الهجوم البري على لبنان، وبرجح احتمال هجوم بري على سوريا. سوريا بفوتوا من ناحية الجولان، بفوتوا بيوصلوا للمصنع اللبناني وبيقطعوا الخط بين خط الشام، يعني خط الشام. بس هذا شو بيفيدهم على جبهة الشمال؟ هذا بيعزل حزب الله عن الجنوب، وبيعزل حزب الله عن سوريا، وبيعزل حزب الله عن الدعم الإيراني وعن خط البري، وبيجعل يعني جنوب لبنان لقمة سايخة، لأنه بتقطع كل القصص، وبيعزل بعلبك الهرمل عن الجنوب. يعني مش هذا الخيار مش قليل، هذا الخيار يعني صعب ومؤذي لحزب الله. وأنا برجحه هذا لأنه هذا أهين على إسرائيل، لأنه ما في شيء هناك. ولذلك جزء من اللي عملوه هلا الحزب والايرانيين، جابوا شويه حوثيين حطوهم بسوريا ليه يعني مواجهه هذا الاحتمال. بس هونيك لا في خنادق ولا في، يعني ما في جبهه مثل الجبهه الموجوده بجنوب لبنان،
وقدرة إسرائيل على اجتياحها بسرعة هي أكبر من قدرتها على اجتياح الجنوب اللبناني. يعني كانوا الكل مرشحين انه اجتياح جوي مش بري، واسرائيل لن تكبد جيشها هذه الخسائر. تعبير اجتياح مرة تانية تعبير اجتياح جوي التعبير مش صحيح، مش صحيح. ما بيصير اجتياح جوي، قاصف جوي، قاصف. القصف ما عم يقصفوا، عم يقصفوا. يعني هي اسرائيل مش مهتمه باستعاده نفس المنظر تبعه لل 2006. هي عم الطيران عم تستعمله او المسيرات عم تستعملهم بقتل المستهدف، صحيح. يعني بقتل له علاقه فقط بالكوادر حزب الله بقياداتها بكذا، وهذا الشيء ما بيكلفها لا بالمال ولا بالعسكر ولا بالسياسي ولا بالعلاقات الدوليه اي ثمن. يعني هلا بس علاقاتها الدوليه هي ما عم تتاثر، يعني عم تعمل يلي بدها هو. شو بدك؟ هلا بدنا نحكي الحقيقه. اي تفضل. حقيقة. هلا نحن عم نقول رحنا لمجلس الامن وعم نشتكي على اسرائيل وعملت جريمه. اسرائيل تتلقى التهاني من المجتمع الدولي. شو عم تقول لهم؟ عم تقول لهم انا عم قاتل عناصر بقلب حزب الله اللي هو فتح علي حرب اسمها حرب المسانده. شو بدهم يقولوا للغرب؟ بيقولوا لها انه لا مش مالكش حق تعملي هيك؟ بيقولوا لها عفارم عليك، برافو. كلهم عم بيقولوا لعالم، انا سمعت يعني عم بيقولوا الى حق اسرائيل تدافع عن نفسها. مش بس تدافع عن نفسها، والى حق تقتل حزب الله. هيك موقف العالم هيك، لحتى ما حدا يفهم شيء تاني، يعني يفكروا الناس ياخذونا على اوهام. امبارح انا سمعت تقرير على التلفزيون الفرنسي. نعم. حيرقص المذيع انه كيف فجروا البيجر بقلب عناصر حزب الله، حيرقص بعد ناقص يدق ويرقص قد ما هو مبسوط، واشاده بالموساد واشاده بالمخابرات الاسرائيليه، وانه هذا عمل غير مسبوق. يعني عم عيدين حاجه نضحك على حالنا. بدنا نحكي الحقائق، الحقيقه المره بدنا نحكيها، والحقيقه الحلوه بدنا نحكيها، والا غير هيك ما فينا نواجه اسرائيل. بدنا نواجه اسرائيل بالحقائق وبالعلم، مش بالاساطير والخرافات والاستبداد والنفاق وبالاغبياء. هلا نحن شو برجع دائما لنفس الموضوع، انه هذه الخيارات الكبرى خيارات جيده جدا. حضرتك عم بتقول الوحده الوطنيه بتتطلب مشروع سياسي وكل هاي الامور. دوله بده يوقف حرب المسانده. مين بده يقول له؟ انا عم اقول له، والشعب اللبناني عم بيقول له، واهل الجنوب حيقولوا له. مين قال لك انه اهل الجنوب قبل بدهم حرب مسانده؟ لشو لها؟ شو لها فائده؟ ما هي فائده؟ لو في لها ما فائده ما هيدا عم نقوله وعم بتقوله كل العالم. لو 11-12 شهر، لو حرب المسانده افادت غزه، نحن مستعدين نتحمل خسائر والام وجرحى وقتلى. منشيل عن اهل غزه الحرام، منشيل عنهم عد. بس ما تغير شيء. شيء الجريمه اللي كانت اسرائيل بدها تعملها وما عملتها بغزه نتيجه حرب الموت. على السنوار انه انا بامن لك مخرج امن وبنعمل بنطلع كل هذا عمل دعائي لحتى يقولوا للفلسطينيه انه السنوار يبحث عن سلامته بعد ما دمركم. هذا عمل يريد يريد النيل من مكانه السنوار، يعني من مكانته قدام الفلسطينيه. يعني انه نحن والله يعني تصوري انه هلا السنوار يقول لهم ايه انا بدي فل وبضمن سلامتي ويترك 42 الف ضحيه قتيل بغزه و120 الف جريح و90% من بيوت غزه مدمره. شو بيضل منه للسنوار؟ ما بيضل شيء، بصير لعنه. لا، هيدا عمل دعائي، يعني عمل شغلته اسقاط هيبة السنوار، إسقاط الاحترام الذي يمكن أن يتمتع به. طيب عظيم، خلينا نرجع لموضوعنا، أنه أهل الجنوب بدي يقولوا له وقف حرب. كلنا بدنا نقول له، مش بس الجنوب. ما رح يسمع منا. في لا عبد الناصر وقت اللي فشل بهزيمة 67 قال أني أتنحى. شو ده؟ شو بده يطلع يقول؟ بدي يقول أني أنا غلطت. هاشم صفي الدين مبارح بده يقول أنا غلطت وقت عملت حرب المسانده. بده يقول انا غلطت وقت حكيت عن وحده الساحات. بتقول انا غلطت. بده يقول انا غلطت وقت قلت لكم انه ايران دوله عظيمه بتحميكم. لا طلعت ايران دوله عظيمه.
يا مدام، عظمة إيران ما فيها تعمل جهاز لاسلكي؟ ليش بدها تروح؟ ليش بدهم يروحوا على بولندا وما بعرف لوين على تايوان ليعملوا بيجر؟ ليه؟ ويطلع آخر شيء إنه الموساد عم يعمل لهم إياه. ليه؟ ما عم تقول لي أنت صرك 40 سنة بتخبرني إنه إيران يعني هي وأمريكا منخار على المنخار. طيب تعمل لك جهاز لاسلكي، عم تعمل قنبلة نووية، عم تعمل برنامج نووي، اوكي تعمل لك جهاز لاسلكي، تعمل لك بيجر، ما تروحش لعند وحدة اسمها كريستينا عاملة شو اسمها شركة وهمية وفيتي والمخابرات فيتي فيها. لا ما في شيء، في شيء يعني خبرونا اياه ونحن غلابة، يعني الشعب اللبناني غلابة، صدقناه او شبه صدقناه، واللي ما صدق قالوا له انت عميل، انت جاسوس، لانه قلنا لهم انه انت خيي هذا اللي عم تحكيه هذا مش مزبوط، هذا الادعاءات والعنتريات اللي عم تحكيها ما لها رصيد، ما بتعكس حقائق. لا انتم مع اسرائيل، لك خيي مش مع اسرائيل، انا عم 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 اقول لك، عم وضح لك انك انت اللي عم تعمله خطا، ما تعتمد عليه، بتفوت بالازاز. لا انتوا وهلا هلا هلا طالع معهم مع بعض هودي الابواق اللي حوالي حزب الله، انه طيب شو معنات هذا الذباب الالكتروني تبع حزب الله، انه هن وعم يفقعوا البيجر هول يبلشوا هجوم على الجامعه الامريكيه. هلا الاطباء هاو تبع الجامعه الامريكيه عدائكم، ما هودي عم يصححوا لكم، عم يطببوا لكم اولادكم واخواتكم والناس اللي تفجر في حال غلط، انه انا ضد اسرائيل تسكت ولا كلمه. اوكي ركبتك على ظهري لانك ركبت على كتافي لانك قلت لي انا بطل وانا فيني قاتل اسرائيل، طيب هلا بدك تنزل عن كتافي لانك طلعت ما فيك تقاتل اسرائيل. طيب اذا نزل حسن نصر الله او حزب الله بدون ما نسمي حزب الله قرر انه انا بدي ارجع، كيف بيستقبلوه اللبنانيه؟ انا مش شاكلين همه، مش شاكلين همه، أنا مش عم بقصد حسن نصر الله بشخصه، أو مش عم بقصد كل هالعالم اليوم يلي صارت على غير موجي. لا أنا هكلينها من الشيعة، إيه لا الشيعة، هول الشيعة هول ناس أهلنا وقريبنا وولادنا وأبائنا إلى آخره، هول جزء أساسي من البلد، وهول لازم أول شيء يشيلوا من راسهم الأوهام التي زرعها بها زرعت في من ولاية الفقيه، وخلينا نروح كلياتنا على ما على وحدة وطنية حقيقية حول بناء إعادة بناء الدولة، حول الالتزام بالدستور، حول إعادة الاعتبار لسيادة القانون، القانون أي قانون، من قانون السير لقانون البناء لقانون أي قانون، نبني البلد سوا. والشيعة مش كلياتهم ناس يعني بدهم يموتوا، لا في عندهم أطباء وفي عندهم محامين وفي عندهم مهندسين وفي عندهم خريجي جامعات وعندهم طلاب وعندهم نخب، مش أميين الشيعة وحجاج حملين مسابح وما عندهم غير أنهم يصلوا ويموتوا، لا الشيعة هي طائفة لديها كفاءات أرفع مستوى من أي طائفة في لبنان، ولكن مشروع ولاية الفقيه قام بتهميش هذه النخب وهذه الفئات، وأعطى قصب الريادة داخل الشيعة لمجموعة من المتدينين واللي هن مش معلمين، قليل منهم المعلمين حتى ما بيلغ، في ناس معلمين في ناس مش معلمين، وبالتالي لا يجب إعادة صياغة الاجتماع السياسي داخل الطائفة الشيعية لمصلحة نخب حقيقية موجودة، وهي تريد بناء البلد، وهي تريد يعني سيادة القانون، وهي تريد أنها تكون جزء من المدارس ومن المستشفيات ومن الجامعات ومن بيئة الأعمال والتجارة والصناعة إلى آخره يعني والسياحة. مش صحيح أنه يعني أصلاً غلط ينقال بيئة حزب الله، غلط لأنه مش مزبوط، الشيعة مش بيئة حزب الله، الشيعة هني شيعة، شيعة اللبنانيين، ليش ما بنقول بيئة القوات اللبنانية عن الموهرنة أو بيئة التيار الوطني الحر عن المسيحيين، ليش؟ لا. شيعة شيعة، مثل الموهرنة موهرنة، مثل الدروز دروز يعني، هل
هل الدروز هن بيئه الحزب التقدم الاشتراكي؟ ليه بنقول بيئه حزب الله؟ مش مزبوط. في قسم من 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 من, من الشيعة يوالون حزب الله واقتنعوا عن يعني عن صح او خطا بانه ايران قويه وايران تحميهم وايران تعطيهم مكاسب وبانه حزب الله قوي وبانه حزب الله يقاتل اسرائيل بكفاءه وبانه هو حرر الجنوب وبانه بيحملوا بيوتهم بالجنوب. ما قدر حملوا بيوتهم. صحيح. الدكتور حارس سليمان الأكاديمي والباحث، أهلا وسهلا فيك. نحن نشكرك على مشاركتك معنا، ودايما حضرتك مرحب فيك، وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك، شكرا لصوت لبنان اللي عم يتح لنا أن نقول يعني صوت فئة يتم تغييبها داخل الشارع. مش الشارع عندنا. الشيح مش بصوت لبنان. لا مش عندكم، عم نحكي بشكل إجمالي. نعم. إذن مستمعينا ومشاهدينا ابقوا معنا، سنواصل هذا أو هذه المواكبة والتغطية المستمرة لأحداث هذا النهار. لحظات ونعود.